السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكون أحوالكم كلها على خير. وفيديو اليوم غادي تشوفوا معايا إن شاء الله استعمالات مفيدة جدا ورائعة للخل. واش بصح الخل هو الحل؟ إلا بغيتو تتأكدوا خليكم معايا حتى الآخر الفيديو، وفرجة ممتعة. اول حاجه كنبغي نبارك لكم العيد وعواشركم مبروكه ان شاء الله. الشاي المغربي ضروري منه في ايام ديال العيد، ولذلك فما كنستغنيوش عليه وكنوليو نستعملو الكيسان والصينيه ديالنا بصفه مستمره، وكنحصلوا على واحد الكيسان اللي هما مدبوغين باتاي وفيهم بقع اللي هما في التحت. فطريقه سهله، كناخذو غير بانيو كنعمروه بالماء وكنوضعو فيه واحد الكميه ديال الخل، كنوضعوا الكيسان ديالنا في هذاك الماء والخل، وكنخليهم يتنقعوا واحد نص ساعه حتى لساعه قد ما خليناهم راه مزيان. من بعد كنرجعوا ليهم وكنلقاوهم بانهم راهم تنقعوا، خصوصا من هنايا. غادي نشللهم دابا بالماء ونرجع. والكويسات ديالي ها هما من بعد ما غسلتهم ونشفتهم فكيرجعوا جدادين كيلمعوا كما كتشوفوا، ما كيبقاش نهائيا داك الاثار هنايا ديال اتاي مدبوغ، وكيوليو يعني نقيين هكا تقدموهم للضيوف ديالكم فيهم الشاي وانتم مطمئنين انهم ما كتبقى فيهم حتى شي ترسبات هنايا. فطريقه اللي سهله بزاف وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت، كتخليكم انكم تهنوا من هذاك المشكل. شوفوا ما شاء الله واحد اللمعان اللي هو زوين زوين بزاف. اما بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الغساله ديال الاواني وتيبغيو يحصلوا على هكذا كيسان اللي هما نقيين وكيشعلوا كما شفتوا، فعوض ما تستعملوا الملمع ديال الغساله الخاص بها ممكن تعوضوه بالخل العادي، كتوضعوه هنايا في هذا المكان هذا، فراه كيعطي نفس النتيجه ديال الملمع، يعني كتحصلوا على واحد الكويسات اللي هما نقيين كما كتشوفوا، واحد النظافه اللي هي زوينه خصوصا من هنايا ما كيبقاش نهائيا الاثر ديال الشاي. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا جافيل في التنظيف فكنصحكم انكم تبتعدوا عليه وتعوضوه بالخل، راه كيعطي نظافه اللي هي زوينه خصوصا هكا الطبالي اولا البوطاجي اولا الاسطح كيف ما كانت، نظفوها بالخل راه كيعطي واحد التنظيف اللي هو عميق، وكذلك كيحارب حتى الذباب ما كيخليهش يبقى هكا ينزل على الطبله، وحتى الا كانوا بقع ديال الدم راه كيزولهم نهائيا وكتهناو. عليكم هذا المشكل هذا وشي راس ديال البوطه طلق لكم الدخان ولا كما كنسميو حنايا الحموم، شوفوا كيفاش رجع لي هذا الكوكوط، هذه رجعت مسكينه حالتها، وهذا هو الراس اللي دار لي هذا المشكل. فغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نعالجو. بالنسبه للبوطه راها قديمه شويه، داك الشيء باش الريوس ديالها كيبانوا بحال هكا، هادو راه غير مصدين. المهم دابا غتشوفوا معايا الحل كيفاش ساهل بسيط باش اننا نرجعو الراس ديال البوطه ما يبقاش يطلق الدخان نهائيا. البوطه فبعض المرات كيوقع لينا داك المشكل ديال ان يا اما العافيه كتولي اللون ديالها برتقالي، يا اما ما كيبقاش يشعل في مره. فالطريقه سهله كيفاش ترجعوه انه يشعل بالزربه. مهم بالنسبه لعيون البوطه ما تديش عليهم، راه خسروا مازال ما لقيتهمش، عيت ما نقلب. اللي كيعرف كيتباعوا هاد العيون هادو هاد الفوقانيين هادو يخليها ليا في التعاليق لانني عيت ما نقلب الصراحه. يعني غادي نحيدوه كما كتشوفوا، فغالب الاحيان تيكون موسخ، تيكون فيه بقايا الاكل ولا شي حاجه تحرقات عليه، داكشي علاش ما كيبقاش يخدم. فاحسن حاجه هي جيبوا الخل وخويوه هنايا، انا غنخويه هنايا، غادي نخليه واحد 5 دقائق وغادي نجيب شي شيفون ونمسحو ونجففو من هنايا. صافي غادي نجيب شي شيفون ونحاول ندخلو هنايا حتى ينشف داك الخل تماما ما يبقاش، نحاولو نمسحو هاد البلاصة ما تبقاش متسخة. من بعد كتجيبو واحد العود ديال الشوا وكتحاولو تسرحو هاد التقيبة هادي اللي كتكون داخل
من حتى هي اللي تسدات فكتخليه باقي يشعل وصافي صافي وكترجع العافيه كتشعل عادي كما كتشوفوا. الاستعمال فكيخص الغلاي، عندي هنا الغلاي اللي تراكمت عليه واحد الطبقه ديال الكركات كيف ما كتشوفوا هنايا اللون اللي هو باهت في القعر ديال الغلاي، فاحسن طريقه باش تزولوا الكركات ولكن يكون بحال هذا الشكل هذا، يعني ما يكونش طبقات اللي هي كثيره. ما عليكم الا ديروا فيه واحد الكميه ديال الخل، تقريبا واحد نصف كوب بحال هكاك بوحدو الخل بوحدو، يعني ما تزيدوا معاه حتى شي حاجه، وغادي نوضعوا فوق البوطه حتى يغلى مزيان. كيبدا يخرج البخار كيف ما كتشوفوا وكتزولوه فوق النار، غادي نخليه حتى يبرد تماما وغتشوفوا ها نتوما هنايا ما حد مازال كاع ما برد، شوفوا داك اللون ديال الخل كيفاش ولا اللون ديالو مغلوق وكذلك عامر بالرواسب. غادي نخليه حتى يبرد وغادي نوريكم النتيجه. ما برد هذاك الخل كما كتشوفوا راه الرواسب تقريبا تزولوا، ها نتوما كيتحيد غير باليد، شوفوا ما شاء الله راه دغيا كيزول. دابا غادي نغسلو عادي بالليفه ديال الاواني ومع السائل ديال الاواني وغتشوفوا النتيجه. وهذا هو الشكل ديال المقراج، شوفوا القعر ديالو كيفاش رجع لامع، يعني كانه عمره ما كانت فيه شي حاجه لداخل كيتنقى، ولكن للاشاره راه هاد الطريقه كتنفع فقط الا كان الغلاي كيف ما شفتوا معايا من قبل، يعني راه ماشي الغلاي يوصل لواحد المرحله اللي هي فيه الكالكير كثير وديروا عليه راه ما غتنفعش معاه. الا كنتو كديروا هاد الطريقه بصفه مستمره عمر الغلاي ديالكم ما غيتكون فيه كالكير اللي هو كثير، ودائما غادي يرجع لهاد الحاله ديالو يعني الاصليه بحال اللي يلا خديتو. نتمنى ان هاد الطريقه ان شاء الله تكون معتمدة عندكم ودائما طبقوها. الحوايج كذلك كيكون عليهم ضغط كبير في العيد الأضحى اللي هي الثلاجة، فأكيد كتقاس لينا بالدم سواء من الخارج أو لا من الداخل ديالها، خصهم يكونوا دائما معاكم باش هكا هادوك البقع ديال الدم ما تيبسوش وما تيجيكمش صعاب. يعني اين فوا كتشوفوا شي بقعه هكايا كتاخذوا المندي ديالكم كديروا فيه الخل وكتمشيو ليها مباشره وكتدوزوا عليها باش كتزول في مره، ما كتبقاش وما كتمحنكمش حتى من بعد انها كتولي يابسه وخصكم تبقاو تفركوها صافي. هاد الاستعمال كيخص الاواني او لا اي حاجه استعملتوها في العيد الكبير، سواء هكا بانيوات اللي كنغسلو فيهم التقليه او لا كنغسلو فيهم اي حاجه كتخص الخروف، كذلك القرادات خصوصا هادو ديال الخشب لانهم تيمتصوا اي حاجه، فضروري انكم غسلوهم وشلوهم بالخل باش كتفاداو هذيك الريحه ديال الزفوره اللي كتكون في الدم، وكذلك كتزيدوا التعقيم ديالهم. فمنين تغسلوهم ضروري تستعملوا الخل باش هكا كتهنوا يعني من هذاك المشكل ديال الريحه والزفوره اللي كتكون فيهم. في الفصل الصيف كنرجعوا نستعملوا هاد القربات هادو اولا اش كنسميوهم حنايا هنايا في مراكش كيقولوا لهم البرادات، لان زوينين بزاف صراحه كيبردوا، والطين راه المنافع ديالو كثيره كثيره بزاف، حتى المذاق ديال الماء سبحان الله كيتبدل، فهادو ما كيخطوناش في فصل الصيف. ولكن قبل ما تستعملوهم لاول مره، يعني الا كنتو هكذا حاطينهم في الخزانه يعني العام كامل، فملي كتجيو تستعملوهم اول مره ما ديروش فيهم الماء مباشره، ضروري ما قبل ما توضعوا فيهم الماء جيبوا كميه من الخل، غادي نوضعها هنايا وغادي نحاول انني نرى وضعت فيها كذلك شويه ديال الماء وغادي نحاول انني نحركها مزيان. صافي شللتها خويت من هذاك الماء والخل ودابا عمرتها بالماء وصافي، دابا كنولي نستعملها عادي، ما كيبقى فيها لا ريحه ديال الغموله ولا شي ريحه اللي هي خايبه وكتكون تعقمات
وبالصحة والراحة. تتقاسوا لكم ملابس ديالكم في العيد بقع ديال الدم، ما عليكم الا منين تجيو تصبنوهم سواء باليد اولا بالغساله، كديروا كميه من الخل مع المسحوق ديالكم وكتصبنوهم، راه كيزولوا البقع ديال الدم بسهوله بشرط انهم يكونوا جداد، ماشي يكون يعني دازت عليهم مده. اتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا من هذه الاستعمالات اللي قدمت لكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش لايك اشتراك في القناه. مرحبا بكم وعيدكم مبارك سعيد. بسلامه.